للحديث عن تظاهرات النجف والقمع الذي يواجهه المتظاهرون فيها، معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. سيد حسين، اهلا بك. مع هذه التطورات في النجف وتصاعد الاعتداءات الحكوميه على المتظاهرين، يعني يتساءل الكثيرون عن سبب اصرار الحكومه على الخيار الامني. انا اعتقد الذي يدرك بان الفرق ما بين مطالب المتظاهرين وما تقوم به الحكومه لا يستغرب كل ما يجري على الأرض. مطالب المتظاهرين ليست مطالب خدمية ولا فئوية ولا إدارية، هي مطالب سياسية. والمطالب السياسية الحكومة، سواء كانت حكومة عادل عبد المهدي أو حكومة الكاظمي، لا تستطيع الاستجابة لمثل هذه المطالب ولا تستطيع تلبيتها، لأن شرعية هذه الحكومات هي ممن خرج عليهم المتظاهرون. لهذا السبب الحالة الانفصام ما بين المتظاهرين وما بين الحكومة، بل النظام السياسي برمته وما بين المتظاهرين، حالة انفصام كبيرة ومسافة كبيرة بينهم، لا يمكن أن يلتقيان. فالترقيع في الإصلاحات لن يخدم المتظاهرين، وليس هو مطلبهم. مطالبهم إصلاحات سياسية كبيرة، وأهم مطالبهم هو عدم إدارة الدولة على أسس طائفية، مواجهة الفساد، عدم التدخل الخارجي وخاصة لإيران. كل هذا من الصعب جدا على الكاظمي أن يستجيب لهذه المطالب، ولو حتى جاء من بعده أي شخص إن كان ضمن هذه العملية السياسية. نعم سيد حسين، كيف انعكس العنف المتزايد ضد المتظاهرين على الثوار أنفسهم، خصوصا وكما تعلم فإن النجف شهدت عدة مجازر على يد الميليشيات؟ أعتقد الحل الأمني هو لم يتغير منذ البداية. اعتمدت الحكومة على الحل الأمني، سواء الأجهزة الحكومية الرسمية أم الطرف الثالث الذي تسميه الحكومة، مهما كان أيا كانت تسميته، أو الحل الأمني خيار واحد لدى الحكومة منذ بدأت التظاهرات وإلى الآن. لكن أيضا علينا أن ندرك أن المتظاهرين غيروا من آلياتهم ومن أساليبهم في التظاهر، مما جعل يعني أثر فعلهم على الأرض يهز الحكومة. عندما يجبر المتظاهرين أو المتظاهرون 4 مدراء عامين في مدينة على الاستقالة، ويجبروا أو يطالبوا المحافظ بالاستقالة، هذا تغيير نوعي في أداء المتظاهرين لتحقيق مطالبهم بهذا الأسلوب وهذا الضغط على الحكومة. نعم سيد حسين، الهجمات التي استهدفت المتظاهرين وكما تعلم جاءت مع بداية عمل حكومة الكاظمي وتشكيلتها، ألا يؤكد هذا أن طريقة التعامل مع المتظاهرين هي ذاتها مهما تغيرت الأوجه، وأن حكومة الكاظمي لن تختلف عن سابقاتها؟ بالتأكيد ذكرنا سابقا أنه حكومة الكاظمي لن تختلف عن سابقتها، وإذا الأجهزة الحكومية لم تستهدف المتظاهرين سيستهدفهم الطرف الثالث بين قوسين عن الميليشيات وغيرها. لهذا السبب الخيار الأمني مستمر، وهو خيار وحيد لدى الحكومة وحلفائها في مواجهة التظاهرات. والمتظاهرين مصرين على تحقيق مطالبهم مهما كان الثمن. لا يوجد يعني حركة تظاهر سلمية قدمت ما يقارب 1000 شهيد إلى 25,000 جريح أو أكثر إلى آلاف المعتقلين، ومع هذا هي مصرة. وللعلم لولا جائحة كورونا وحظر التجوال لكان شهدت حكومة الكاظمي انتفاضة أكبر مما يجري على الأرض الآن بكثير. نعم سيد حسين، أنت تعلم أن متظاهرين النجف أكدوا في أكثر من تصريح، أكدوا مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها. هل اتخذت الحكومة قرار إنهاء التظاهرات بالقوة بعد أن تأكدت أن التظاهرات لن تتوقف حتى تسقط العملية السياسية وبالتالي تؤدي إلى رحيل الأحزاب؟ لا أعتقد تستطيع الحكومة، حتى لو اتخذت مثل هذا القرار، لا أعتقد تستطيع أن تنفذ مثل هذا القرار، لأنه الحالة المتظاهرين يعني في توسع أفقي وعمودي. هل معناها تقتل الشعب؟ هذا أمر غير ممكن. لا يوجد حكومة تقتل شعبها بالكامل حتى لا تحقق مطالبهم. لهذا السبب هي في ورطة ما بين مطالب المتظاهرين وما بين النظام السياسي الذي جاء بالكاظمي أو جاء سابقا بعبد المهدي، الذي يمنع أي عملية إصلاح داخل العملية السياسية. ولهذا السبب هي قضية مأزومة جدا، لا يمكن حسمها ولا يمكن أن تنجح بقتل الشعب العراقي بحجة أنه قتل المتظاهرين. هذا أمر مستبعد جدا حتى لو اتخذت مثل هذا القرار. نعم في سؤالي الأخير إليك سيد حسين السبعاوي، المتظاهرون هددوا بتصعيد إجراءاتهم السلمية ضد الحكومة وأحزاب السلطة، ما هي أشكال هذا التصعيد السلمي في ضوء تزايد حدة هجمات الحكومة إلى جانب الميليشيات باعتقادكم؟
يعني اعتقد انه المتظاهرون لديهم عده نقاط في التغيير. اولا هو ما قاموا به من اجبار بعض المدراء الفاسدين على الاستقاله. ثانيا تابعوا خلال الاسبوع الماضي التظاهرات في الولايات المتحده وكيف فرضت يعني ارادتها وفرضت نفسها على الشارع الامريكي وتعتبر الولايات المتحده هي ام الديمقراطيه. لهذا السبب استخدام حظر التجوال وجائحة كورونا هي لا تكون سبة في منع المتظاهرين في تحقيق مطالبهم. من إسطنبول كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي سيد حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.